بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أحمد مهران، المحامي بالقضاء العام. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم كل شباب المحامين، وبيحصل خلط كبير جدا في تحقيق أو في الوصول إلى المفهوم الحقيقي أو المعنى الحقيقي لهذه النوعية من الجرائم. النهاردة هنتكلم عن الفرق بين السرقة والنصب وخيانة الأمانة. عشان ما ناخدش وقت كتير، خلينا نتفق ان السرقة والنصب وخيانة الأمانة هما ثلاث جرائم من الجرائم المعروفة أو المسماة بجرائم الأموال. موضوع الجريمة في الثلاث جرائم هو مال منقول، موضوع الجريمة، محل الجريمة، الشيء الذي يقع عليه الجريمة، محل الجريمة أو موضوعها لابد أن يكون مال منقول في الثلاث جرائم زي بعض. كمان الركن المعنوي في الثلاث جرائم زي بعض، وهو أن يكون هناك نية التملك. نية التملك سواء كان في السرقة أو في النصب وخيانة الأمانة هو نية التملك، تحويل المال من ملكية الغير لملكيته، من ملكية من حيازة ناقصة لحيازة كاملة، أو للتعامل مع المال بمظهر المالك الحقيقي. ده الركن المعنوي. أما الركن المادي ففي الثلاث جرائم بيختلف بحسب طبيعة التسليم، وده هنوضحه لما نقول إن جريمة السرقة بتتم بثلاث طرق: السرقة خلسة اللي هي يغفلوا ويسرقوا، أو السرقة عنوة اللي هي سرقة بالإكراه بالسلاح، أو السرقة عن طريق التسليم. عن طريق التسليم، أيوة، في سرقة بتتم عن طريق التسليم، وده اللي بيسموه في القانون التسليم على سبيل اليد العارضة، يعني إن المجني عليه يسلم أمواله للشخص السارق بغرض فحصها ومعاينتها ومتابعتها تحت رقابة وإشراف صاحب المال، زي ما تدخل محل عشان تقيس بدلة وهو يديها لك بإيده ويسلمها لك عشان تدخل بروفة تقيسها وتتفرج عليها، فالشخص ده ياخد البدلة ويمشي فيبقى حرامي رغم إن صاحب البدلة سلمها له بإيديه. أما النصب فبرضه بيتم بالتسليم، وهو إن المتهم بيستخدم طرق احتيالية يوقع بالمجني عليه في غلط فيسلم أمواله بإرادته، وكمان ساعات يتحايل عليه ويدي أمواله للمتهم عشان ياخد الفلوس لنفسه بعد كده. كذلك الأمر في خيانة الأمانة برضه بيتم بالتسليم، إن بيتم تسليم الشيء أو المال أو موضوع الجريمة من المجني عليه إلى الطرف الثاني وياخد معاه عقد، لأن جريمة خيانة الأمانة لابد أن تكون مرتبطة بوقود عقد من عقود الأمانة، والمشرع المصري حددهم 6 على سبيل الحصر، منهم الإيجار والاستصناع والوديعة وغيره من العقود الستة اللي على سبيل الحصر محددة. يبقى السرقة والنصب وخيانة الأمانة ممكن يتموا الثلاثة زي بعض بالتسليم، بس الفرق ما بينهم هو الفرق بين السرقة والنصب وخيانة الأمانة. لو عرفت الفرق بين الثلاث حاجات دول دلوقتي هتعرف الفرق بين السرقة والنصب وخيانة الأمانة. التسليم في جريمة السرقة بيكون بداية لارتكاب الجريمة، هو سابق على ارتكاب الجريمة، وبيكون تسليم مؤقت، تسليم عارض، تسليم على سبيل اليد العارضة لفحص الشيء ومعاينته تحت رقابة وإشراف صاحب المال. التسليم في جريمة النصب هو نتيجة استخدام المتهم لطرق احتيالية أوقعت المجني عليه في غلط، فالمجني عليه هو اللي بيسلم أمواله بإرادته إلى المتهم. أما التسليم في جريمة خيانة الأمانة فهو ركن مفترض، لأنه تسليم بيتم عن طريق عقد من عقود الأمانة، كما لو شخص سلم أموال بإرادته لشخص تاني على سبيل الأمانة وأخذ منه إيصال أمانة على أنه يوصل هذه الأمانة لشخص آخر، بتكون حيازة الشخص اللي استلم الأموال هنا حيازة ناقصة، فيقوم بتبديد هذه الأموال وتحويل حيازته من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، ويتعامل مع هذه الأموال على أنها أموال مملوكة له. يبقى الفرق بين النصب والسرقة وخيانة الأمانة بيتمثل في حاجة واحدة بس، في طبيعة التسليم. لو كان التسليم نتيجة يبقى نصب، لو كان التسليم ركن مفترض يبقى خيانة أمانة، لو كان التسليم عارض ابتدائي قبل ارتكاب سابق على ارتكاب الجريمة أو سابق على فعل الاختلاس يبقى احنا بنتكلم عن جريمة سرقة. حاجة تانية كمان من جرائم الأموال وهو جريمة الشيك. الشيك يعني ساحب، وهو الشخص الذي قام بفعل الإصدار. الشيك يعني مسحوب عليه، وهو البنك اللي هيقوم بالصرف منه. الشيك يعني مسحوب لصالح مين، وهو الشخص المستفيد اللي هيقوم بصرف الشيك. إن إحنا دايما اللي بيهمنا في الجرائم الخاصة بجرائم الشيك هو ما يتعلق بجرائم الساحب اللي بيقوم بإصدار شيك بدون رصيد، وبتتحقق هذه الجريمة بمجرد فعل الإصدار، وهو فعل إصدار شيك دون أن يكون له رصيد كافي في المحكمة. كنا زمان بنتعامل مع الموضوع ده من خلال
محكمة الجنح باعتبارها المحكمة المختصة بجريمة جنح تشيك بدون رصيد، سواء كانت جنحة مباشرة أو عن طريق محضر اسم واللي بنقدم فيه أصل الشيك للمناظرة وبيعرض على النيابة العامة اللي بتقوم بحالة الدعوة للمحكمة للفصل في هذا الموضوع. إلا أن المشرع المصري أراد أن يتعامل مع الشيك بخصوصية خاصة، فوضع للشيك ضوابط خاصة. هذه الضوابط جاءت في قانون التجارة الجديد، هذا القانون الذي تعامل مع الشيك بشكل أقوى بكثير مما كان عليه الوضع سابقا، باعتباره جريمة من جرائم الأموال المشددة، وأن فعل الإصدار وإصدار شيك بدون رصيد هو من الجرائم العظمى، لا سيما في ما يتعلق بالعلاقات بين التجار. وأصبح كمان اختصاص المحكمة في بنظر هذه النوعية من الدعاوى هي المحكمة الاقتصادية، لتختص محكمة القاهرة الاقتصادية بنظر دعاوى الشيك، خاصة وإذا كان الأمر متعلق بإصدار شيكات بدون رصيد بين أشخاص اعتبارية، كما لو كان الساحب شركة بتسدد أموال هي ثمن لشيء مباع من شركة أخرى هي المستفيد من الشيك على بنك آخر اللي بنسميه زي ما قلنا المسحوب عليه. في الحالة دي الأمر بيتعلق بعلاقة بين تجار، والأمر متعلق بإصدار شيك بدون رصيد، وده هيترتب عليه أن تختص المحكمة الاقتصادية من جهة، ثم أن تختص إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية بالاختصاص الأصيل لنظر مثل هذه الموضوعات. ومن ده من خلال أن احنا بنقدم طلب لإدارة الإفلاس في المحكمة الاقتصادية، واللي بتطلب منك أنك تجيب أصل الشيك وتجيب السجل التجاري أصل السجل التجاري ومجموعة من المستندات، وبعدها بيتم إحالة الطلب لهيئة التحضير وهم مجموعة من المستشارين في هيئة المفوضين لفحص الطلب والتأكد من صحته، ثم إحالة الأمر إلى المحكمة لرفع دعوة شهر إفلاس الشركة. وطبعا زي ما احنا عارفين ان شهر إفلاس شركة يعني شهادة وفاتها، وفي الغالب معظم التجار بيلجأ إلى التصالح وسداد هذه الأموال. الشيك موضوع مهم بيهم كتير من المحامين، إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم في موضوع جديد يهم كل شباب المحامين. انتظروني، ده أحمد مهران.